كده كويس. لا لا يا سيد، انا قلت لك مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني. مهما حصل ومهما كان، انت لسه سيد عثمان المخازي. قتلته؟ أضاف فارس الدراما المصرية الفنان أحمد عبد العزيز أن هناك أزمة في الكتابة للكبار، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى خسارة كبيرة في الفن بسبب طرد أصحاب الخبرة والرواد الذين لا يجدون نصوصا ملائمة لأعمارهم. وكشف عبد العزيز أنه بدأ حياته الفنية مخرجا مسرحيا، مشيرا إلى أن وداعا بونابارت ليوسف شاهين كانت أول فرصة مهمة له بالسينما. يعد الفنان أحمد عبد العزيز من نجوم الدراما التلفزيونية الكبار الذين أثروها بالعديد من الأعمال الشهيرة والناجحة والتي حققت جماهيرية كبيرة على مدار أكثر من ربع قرن، منها ذئاب الجبل، المال والبنون، ومن ذا الذي لا يحب فاطمة، وسوق العصر، والبحار مندي، وبوابة المتولي. كما تميز بتقديم أنماط من الدراما الهادفة التي تحمل مضمونا اجتماعيا وقيما ورسالة قومية في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من نجوميته التلفزيونية وارتباط نجاحاته بالشاشة الصغيرة، إلا أنه بدأ حياته الفنية بالمسرح كممثل ومخرج، حيث أخرج ما يزيد على 25 عملا مسرحيا. كما شارك في أعمال سينمائية شهيرة في بداية حياته وخلال مشواره الفني، منها وداعا بونابارت مع المخرج يوسف شاهين، والطوق والإسورة، وعودة مواطن، وحارة برجوان، وحكمة فهمي. قدم الفنان أحمد عبد العزيز ما يزيد على 200 عمل فني في السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون، وتميز في تقديم الأدوار التاريخية ببراعة، وتألق من خلالها في أعمال كثيرة شهيرة، منها موسى بن النصير، ولا إله إلا الله، والإمام مسلم، والإمام محمد عبده، وسيف الدولة الحمداني، والفرسان، مع المخرج حسام الدين مصطفى، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. كما قدم أنماطا نوعية متباينة من دراما السير الشعبية، منها ملاعيب شيحة، والسيرة الهلالية، وألف ليلة، وقد حققت نجاحا كبيرا خاصة مع ارتباط عرضها بشهر رمضان. بعد أحداث الثورة المصرية في بداية 2011 وما تبعها من تطورات سياسية، توقف أحمد عبد العزيز عن العمل وابتعد عن الشاشة لسنوات، وظن البعض أنه اعتزل الفن. ولد الفنان أحمد عبد العزيز في مدينة الإسكندرية، وتحديدا في حي محرم بك، وذلك في تاريخ 24 من شهر يونيو لعام 1954، حيث كان ميلاد الفنان أحمد عبد العزيز في أسرة متوسطة الحال. وحصل الفنان أحمد عبد العزيز على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، ثم تلا ذلك حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. كان أول ظهور للفنان أحمد عبد العزيز في الأساس على خشبة المسرح الخاصة بالجامعة، ومن بعدها كان دخوله إلى عالم الفن والتمثيل في مسرح الطليعة، وذلك في عام 1976، حيث قام في خلال تاريخه الفني بإخراج العديد من تلك الأعمال المسرحية، كان من أشهرها مسرحية مأساة الحلاج. ولكن كانت شهرته الكبيرة من خلال عمله المكثف في الدراما التلفزيونية، والتي كانت السبب الأكبر في شهرته الكبيرة. قدم الفنان الكبير أحمد عبد العزيز في خلال فترة الثمانينيات الكثير من الأعمال الفنية، والتي تنوعت فيما بين الأعمال التلفزيونية والأعمال السينمائية، وهي المسلسل التلفزيوني موسى بن النصير، والفيلم السينمائي بيت القاضي، ومسلسل بوابة المتولي، وفيلم الوداع يا بونابارت، كذلك فيلم عودة مواطن، وفيلم الطوق والأسورة. ومن المسلسلات لا إله إلا الله الجزء الثالث، والفيلم السينمائي البدرون، وفيلم العصابة. كان قد لمع نجم الفنان أحمد عبد العزيز في تلك الفترة بشكل عالي للغاية، حيث الفنان أحمد عبد العزيز متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني،
ولديه منها ابنة. في الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.